ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الراجل ميت عينينا يا ساتر يا رب يا ساتر. متعفن يا متعفن محدش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم محمد محسن أزهر من قناة بيت الغلابة، ويا رب دايما اكون بتاع الغلابة. النهاردة بقى هنعمل رحلة جميلة جدا وهنشوف الدنيا ماشية ازاي، بس يعني هنخش على الانترو الاول بعدين كده نرجع نشوف الست اللي عمالة تنادى علينا دي. ورجعنا تاني بعد الانترو هنروح نشوف الست اللي عمالة تنادى علينا دي، على الله ما يكونش كمين، بس وانا اتوقع ان هو كمين اصلا هيحصل حاجة هنا. لا الست اهو الست. هنروح نساعدها الحصان بتاعها مات ووقع عليها. نعمل ايه بقى؟ هندوسها بتاع الله. لا يا حاجة مش لازم الحضن. I could have been stuck here and starved or معلش جالك البطل بقى عشان ايه؟ حنن عنك. يا حاج ماشي هاخد كلون. يلا. Oh yes, Mr. Please. Thank you. هنروح ناخدها البيت بقى. اركب يا حاج. انسبرج وانا مش انسبرج عشان خاطر انتي جميلة بس. عشان خاطر انتي جميلة. يا سلام على العسل. هننطلق بقى نوديها للبيت بتاعها وتبقى بداية معانا الفيديو النهاردة. هنروح نوديها البيت بتاعها الأول. هنروح نحاول برضك في فيديو النهاردة إن احنا نروح نصطاد الدب الأسطوري. اللي هو الدب الأسطوري. هنروح نصطاد إن شاء الله. يا بنت في حد عمل في حاجة ولا؟ خليك محترم يا ماما. شوف بس الطريق طويل ولا مش طويل؟ فين العلامة بتاعتها البنت دي؟ لا مش طويل. هوديها بيتها. شكل جوزها مات. طبعا المكان ده هنرجع له تاني عشان نشوف الدنيا ماشية عاملة ازاي هنا. فين انا يلا؟ فين انا يلا؟ ليفن بوكس. انا ولا هنا. ايوه هنرجع للمكان ده تاني اكيد. علينا ايوه نعلم عليه كده وبعدين كده نرجع له تاني. الله يكون في عونك يا حاج. معلش انا اسف. راكبه تاكسي انت بروح اهلك هتتشرط علينا. مش هديك فلوس برضك. افضلي بقى صعباني عليا وتصعباني عليا عشان خاطر انا اديك فلوس مش مديك فلوس. انا بقى يا دوبك على الجد والله اللي معايا يا دوبك على الجد. اروح اصطاد الدب ويا ستي لو رجعت لقيتك مكان تاني هديك فلوس. لا تقلق انا موجود. سوبر ارسر موجود. وسعلى رد الحاجة بيتها. We're here. Thank you for all your help. Of course. Glad I was able to help. You take care. يا سلام. ادتنا خاتم سيرفر. هنعرف نعمل بيه أي حاجة أو نشتري بيه حاجات. نرجع بقى للمكان اللي احنا كنا رايحين له. اللي احنا كنا قلت لكم هرجع له تاني. هنا كده بالظبط. اروح المكان وارجع لكم تاني. مش تمشوا بعيد عشان المكان ده فيه حاجات جامدة. ورجعت لكم تاني اول ما وصلت للمكان. هننزل نستكشف بقى المكان دوت. وننزل تحت. هننزل تحت ايوه هنا كده. بيك اب للفاس. ديت فاس جامدة. كنت اعمل لها بتاع في فيديو اسلحة في لعبة ريد ديد. هتلاقيها على القناة عندي. سلاح جامد تبع الفايكنج علينا. كوشات الفايكنج اهي موجودة بكل التفاصيل بتاعتها. سلاح جامد. متوقعش ان الفايكنج كانوا بيمسكوا اسلحة كده. والراجل ده ميت شكل. دي مقبرة للفايكنج اصلا. وهنا بقى ايه هنا بالظبط. فين هو راح؟ فين هتخش جوه كده بقى هتلاقي كان في خوذة هنا. خوذة ايه وزي. يا سلام يا سلام. البس دي تاني بعد اذنك. مش عايز التاني. لو انت عايزين بقى تاخدوا الخوذة التانية دي خدوها. هتيجوا تلاقوها مكانين. نعمل بقى رسمة للمكان عشان خاطر ايه يبان ويدنه محفوظ في ال الورقة بتاعتنا.
اروح هناك ونصطاد بقى على الله. مش هياكلنا والليل بدأ يليل وشكلنا مش هنعرف نصطاد حاجة. نظبط بس اسلحتنا نخليها ايوه على السم دوت، على السم ده. طبعا الحاجات دي انت بتصنعها لما بتعمل كامب، فاللي هو اللي هو مخيم، تصنع الاسهم دي بقى، بديك شوية حاجات كده يخليك تصنع الاسهم دي. اوه الجو بدأ يظبط اهوت والدنيا هتبقى رايقة. ليفل 2 السهم بتاعنا، ليفل 2. عارف انا بتهيالي في حاجة على الجبل دوت، هروح اشوفها بس لحد مش تنحط كده ياما. اتوقع ان في هنا كنز، ممكن ممكن بس ما اديش فرصة. هنا في كنز هنا، اوعى تقولي في كنز. للأسف مش في كنز. نرجع بقى نروح للدب. جلوي جلوي، بالراحة 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 بالراحة. اهدى 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 كده، قول انا هديت. اهدى، الله ينور عليك الله ينور عليك. قربوا على مكان الدب وارجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعت لكم تاني، واول ما وصلت هناك قال لي في حيوان ليجندري هنا، فاحنا ننزل وبالراحة كده نشوف الدنيا فيها ايه. فين بقى العلامة بتاعته؟ اوه في صوت هنا، في صوت للدب. فين هو؟ فين هو الدب؟ انت فين؟ انت فين الحنان؟ اول علامة بتاعتك فين؟ هناك اهي، هناك اهي، اول علامة موجودة معانا هناك اهي. ايوه ايوه وصلنا لها. ايوه استكشف يا ابن عمي. اوه ايه اللي فيه بقى؟ اثارك ده، اثارك ده من الديب. تاني حاجة معانا النهاردة ايه؟ تاني علامة معانا، على الله نعرف نعملها بس نعرف نصطاده من أول مرة ومش يقتلنا. ماشي من الناحية دي. صديقي لا تقلق سوف أعتني بك. تعال بس انت. أوه. ساتر يا رب يا ساتر يا رب. حاسس حاسس. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك. موت 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 يالا، موت يالا، هيموتني. يخرب بيتك يخرب بيتك، هيموتنا. اضرب ابلع. مع السلامه. الحمد لله الحمد لله ان احنا قتلنا، الحمد لله ان احنا قتلنا. طب كان في طاقيتين هنا، حلو دوب نزل لنا طاقيتين. هناخد الطاقيه بتاعتنا، مش خاطر مش عايزين حد يتريق علينا ويقول لي او النبي. كان في جليتش، حصل جليتش و احنا عايزين نعمل سكين. ناب سكين لنا بقى. اسلخ يا ابن عم، اسلخ يا اب. الدب روج علينا، بوظ لنا هدومنا عادي، بوظ اوت فيت اللي انا كنت لابسه. حرام عليك يا راجل، بس قالوا هناخد منه هدومه هو. خلعته لبسه، خليته على العري. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل لك يا مين اللي عمل فيك كده؟ يا ساتر يا رب. كده خدنا الدب، خدنا جلد الدب. هنبيع بكام بقى ومش عارفين هنعمل منه لبسه جامده ولا لا. فلنذهب 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 الى التريبر نبيع له بقى الحاجات دي عشان خاطر نشوف معانا كام قد ايه. اوه نروح نشوف العلامه دي برضه قبل ما نروح للتريبر، نروح نشوف العلامه دي. على الله بس مش يكون فوق جبل عشان خاطر ايه تل الجلد اللي معانا ده ما يبص. اوبا في حد هنا. والله شكله بيبحث عن الذهب. قال له هسيبك هنا ومش هنعرف نعمل معاه حاجه بعد كده. مع السلامه يا صاحبي. بس ايه رايك في الـ في الـ في العلامات اللي الدب عمال عليا؟ انا راجل مغامر، راجل مغامر. هنرجع بقى نروح الى المكان اللي انا قلت لكم عليه دوت، هنشوف الدنيا في العين. من امتع الحاجات اللي في اللعبه دي ان انت تصطاد، الصيد امتع حاجه في اللعبه دي. هنروح نشوف الدنيا دي، البيت ده فيه ايه؟ يمكن يكون في حاجه. اوه سناجب. في هنا نار ولا دي لندا شمعه؟ في شمعه هنا اهو. والبيت دوت مفوق
أوه، الشجرة وقعت على البيت، شكل صاحبها مات عيب. هرا نشوف بقى جوه فيه. اه نشوف الدنيا هنا فيها ايه. فاضية والله، في حاجات ممكن تاخدها انت برضك من هنا. شكل كان في ناس عايشة في المكان ده، شكل كان في ناس عايشة في المكان دوت، والموضوع دوت بهدلهم يا عيني. اوه دم، اوه في راجل، الراجل ميت يا عيني هنا. يا ساتر يا رب، شجرة وقعت عليه ولا لحق يعمل أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل مات. والله الشجرة، الشجرة ودته في داهية. نفسي أقول له اطلع من البيت قصب الشجرة بس ما لحقتش. المكان اللي احنا رايحين له بقى، نروح نكمل ايه اللي في المكان دوت. ظهر انا ما كنتش شفته قبل كده، بس رسمته باين ولا مش فاكر. اوه ده شكله فوق الجبل. اوه استنى بقى صاحبي، عشان خاطر في حاجة هنا. فين المنظار؟ اوعى يلا. اوه ده في راجل ميت هناك، وفي وجه مرسوم منحوت. بالراحة خالص، عشان الحصان تعب، الحصان تعب مش باكل يعني، يعني مصاريفه كلها على الحصان، باكل واشرب فيه. زار احنا ننزل هنا بقى عشان نشوف الدنيا فيها ايه، عشان الحصان مش هيعرف يطلع من هنا. والله، والله يا لهوي، الراجل شاني نفسه. يا ساتر يا رب، ده عفن يا عيني، عفن محدش شاله. هنشوف ال وشكله هو اللي كان بينحت هنا ولا ايه؟ والله وجه امرأة جميلة. يا لهوي، ناخد فوتو كده. شيه بالراحة، ننزل بقى الراجل ده، بس نطلع فوق ونشوف في الصندوق ده حاجة ولا لأ. لو سيرش ولا اي حاجة. انزل تاني، انزل تاني بالراحة، بالراحة عشان اشتغل. بس نلوت بقى الراجل ده. ريد ريد ريد، عشان نشغل جوجل ترانزليشن عشان خاطر احنا غايزين في الانجليزي خالص. بيقول لك ليه من يجد من يجد هذا انا اسف. هي قصه جميله ومعبره، بس الشخص الاحمق اللي هو بيقول على نفسه احمق ده، بقى من اللي انا فهمته في الكلام دوت، ان هو عمل التمثال دوت لحبيبته وهي سابته وراحت مع واحد فرنسي، عشان كده هو شنج نفسه. ومع السلامه، يستاهل عشان خاطر الحب. مع السلامه، ربنا يولع فيه. نروح بقى هنا نكمل رحلتنا في نبيع ال نبيع ال البتاع ده. اهدى 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 اهدى، انزل انزل انزل، هنبيع البتاع ده بالراحة 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 بالراحة. الحمد لله مش متنا، الحمد لله مش متنا. طب دلوقتي احنا هنطلع الحصان بتاعنا ازاي؟ لا تقلقوا لا تقلقوا، لدي فعاليات. بعدي جامدة، بعدي جامدة، ترعة دي جامدة، ترعة ترعة دي ترعة دي ترعة، ما نقولش بحيرة، احنا هنا بتاع الترعة دي جامدة. ننزل ناخد غطس فيها كده جامد. يا سلام. اوه في دب، اطلع تاني اطلع تاني. هات حصاني هات حصاني، تعالى يا ابن عم تعالى يا ابن عم، مات عشان خاطر واحدة مش كانت عايزاه. فلتركض راحك في سلام يا ابني. طلع السلاح طلع السلاح. ليوي انزل 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 انزل، اطلع 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 اطلع. ليوي ليوي يا لهوي يا لهوي، اهدى ما اديك طلقة يا لهوي. موت موت موت، هو على اللي لسه صايد واخرب بيت ابوك انت وهو. حلو، بيك اب، ايه ارمي امه.
ارميه. ايوه كده اعمل له سكن. يبقى عملنا صيدة جامدة، صيدة جامدة. تريبر يفرح لما يلاقي الموضوع ده معايا، بس على الله يعمل لنا ملابس رايحة. بحب انا الملابس بتاعت التريبر جامد. طيب الملابس بتاعت التريبر كلها عظمة الصراحة. زي في فيديو برضو كان قلت لكم عليه، عملته لكم ازاي تعمل السرج بتاع الحصان الري اللي انا اللي موجود معايا ده، السرج اللي موجود معايا ده سرد الفهد الابيض او النمر الابيض، جامد جامد الصراحه السرج ده. في فيديو في القناه يشرح ازاي تعمل السرج للدب ده اللي على الحصان، السرج بتاع الحصان هو حاجه جامده الصراحه. قرر دلوقتي للتريبر بقى، بس اهدى بقى، في حاجة هنا مكتوبة ايه بقى؟ اهدالي بس كده، اهدالي اهدالي، هنقرا الكلمة دي، بس عشان نقراها لازم نطلع من فوق كده بالمفوت ومود يا معلم، نطلع فوق فوق، بس انزل تحت. HANOVER نيو هانفر، نيو هانفر ولا ايه ده؟ مش عارف اقرا الكلمة زي ما قلت لكم، انا في الانجليزي بايظ اصلا. بس شكله دوت ايه، نيو هانفر. هي دي الكلمة دي، نيو هانفر صح، انا صح. لو طلعتها غلط تقول لي بقى الكلمة دي غلط في الكومنتات. لو قلت لك وصلت المكان دوت يبقى الفيديو عاجبك، فاتمنى ان انت تعمل فولو لايك وسبسكرايب وكل اللي انت عايز تعمله اعمله. هروح للتريبر بقى. يا سلام يا سلام على عليك يد يا ابو ارثر يا جامد. احنا ناخد الحاجات دي كات داون، بس ناخد الارنب وبعدين كده ايه، ناخد الارنب وبعدين كده نرجع ناخد ده حاجة بلا بتاع بلا. احنا نصلي على النبي، احنا حرامية يابا، احنا حرامية يابا. وبعدين نرجع ناخد الثعلب ده، بس نحدد المكان قريب من التريبر برضه. قال انه قريب من التريبر، ركب الحصان ويلا قبل ما الراجل يجي ينفخنا، يلا قبل ما الراجل يجي ينفخنا. wanted dead or live، يعني انا مطلوب، مطلوب في المنطقة دي حي او ميت. يبقى على الله يبعت لنا الباونتي هانتر، خلينا نروق عليهم. صاحبي صافولا خال، نجيب لك شوية حياة موت. صباح الرزق يوب. أنا عايز أبيع على طول، بتلخبط فيه. جد الدب الذهبي 60 دولار موت. نديله دولي، نديله دولي، نديله دولي. بقى نشوف الدب، الدب الاسطوري دوت هناخد منه ايه؟ ايه دي بقى مقفولة ليه؟ حلو حلو، لبسة جامدة، لبسة جامدة. دب الأعور نتشت له عينه وأنا بوظتها له، بس جامد، لبسة جامدة. شكرا يا صديقي، شكرا يا صديقي على التعامل ما بينك وما بيني. ان شاء الله هيبقى في فتحة خير ما بينك وما بيني، وهنعمل شوية شغل مع بعض. اديكوا بقى ايه اللبسة الجامدة بقى، هوريكوا اللبسة الجامدة. طب انا عملت لبسة للدب الابيض ولا مش عارف اللي هو الجاموس الابيض اللي هو في التلج، كانت جامدة. فاحنا هنعمل اللبسة دي بقى، نديها كده اكتر من حقها. استنى نخلي ارثر يبص فوق، ايوه في واحد فوق. يا سلام كده الصورة بقت رايقة، ده الصورة بقت رايقة صح. نديها بقى فوتو مود. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، عملنا مصلحة برضو وودينا ولية للمكان، وعملنا لبسة جامدة جدا. أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب في التعليقات عايز نعمل ايه الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.